أهلا بكم. القائد السابق للقوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس جديد للبرلمان، خطوة رأى فيها مراقبون استمرار هيمنة التيار المحافظ، خصوصا وأن المحافظين والمتشددين يهيمنون على البرلمان الجديد. ماذا يعني بالتالي تعزيز قبضة هذا التيار أكثر فأكثر على مقاليد الحكم في إيران؟ فكيف سينعكس هذا الاختيار على المشهد السياسي داخل إيران وعلى علاقات طهران الخارجية ومفاوضاتها بشأن الاتفاق النووي؟ في تعزيز لقبضة الحرس الثوري على مؤسسات الدولة الإيرانية، انتخب أعضاء مجلس الشورى الإيراني القائد السابق بالحرس الثوري ومحافظ العاصمة طهران محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان. حصل قاليباف على 230 صوتا من أصل 267 ليخلف علي لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى منذ عام 2008. وسبق لقاليباف أن ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية، وكان عضوا في الحرس الثوري الإيراني، وتولى منصب رئيس بلدية طهران من عام 2005 إلى عام 2017. وبسبب مشاركة قاليباف في حرب الثمان سنوات مع العراق في الثمانينات وكقائد للشرطة، اكتسب حظوة لدى أعلى سلطة في إيران المرشد علي خامنئي. ويرجح هذا التصويت الكفة السياسية لمصلحة المحافظين الذين يعارضون سياسة الرئيس حسن روحاني، ويأتي ذلك في أوج فترة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. يذكر أن البرلمان الإيراني ليس له تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو سياسة إيران النووية، لكنه قد يدعم المحافظين في انتخابات 2021 الرئاسية. ومعنا من ستوكهولم الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور صالح حميد. أهلا بك صالح الحميد. أهلا بك دكتور صالح. أبدأ معك من حيث انتهى زميلنا في التقرير بأن البرلمان الإيراني ليس له تأثير على الشؤون الخارجية أو سياسة إيران النووية. هل هذا يعني بأن انتخاب قاليباف لن يكون له فعلا تأثير على سياسة إيران الخارجية أم ليس بالضرورة؟ نعم، تحياتي لك أستاذ كريستيان والمشاهدين. في الواقع هذا كان يعني متوقعا أن يتم انتخاب قاليباف لهذا المنصب. كما نعلم قاليباف فشل ثلاث مرات في تبوء منصب الرئاسة. في المرة الأخيرة تنازل لصالح إبراهيم رئيسي أحد قادة المتشددين، وهذا يعني أن المرشد الأعلى علي خامنئي في الواقع أحكم قبضته على مؤسسات الدولة ما عدا الحكومة السلطة التنفيذية التي رسم ملامحها في خطاب عيد الفطر قبل أيام، قائل خلالها أنه الحكومة المقبلة يجب أن تكون ثورية وفتية. وهذا بالطبع يعني به أن تكون الحكومة المقبلة شبيهة بالبرلمان الذي يهيمن عليها المحافظون والأصوليون المتشددون الآن. بالطبع هذا ليس بعيدا عن التغيرات في داخل إيران، سواء الاحتجاجات الشعبية، تدهور الوضع الاقتصادي، الصراع بين الأجنحة، أيضا الأنباء عن مرض المرشد. ويعني خامنئي يريد أيضا من خلال هذا أن يضمن ما بعده ربما، وليس بمعزل هذا الانتخاب أيضا عن الوضع الدولي، يعني استمرار سياسة الضغوط القصوى الأمريكية التي أدت بإيران الآن إلى عزلة دولية، لكن لم تؤدي إلى تغيير نهجها وسياساتها وسلوكها، وفقط يعني حجمت نوعا ما
من النفوذ الإيراني في دول المنطقة. دكتور صالح، فيما لو أردنا التفصيل أكثر فيما يتعلق ببداية تأثير انتخاب قاليباف على الشأن الداخلي، ذكرنا بأنه ذكرت حضرتك بأنه ترشح للانتخابات الرئاسية أكثر من مرة ولم يتوفق، هل هذا يمهد له الطريق لانتخابات 2021 أو على الأقل يمهد الطريق لمرشح يعني لا يكون وسطيا وإنما محافظا ومتشددا؟ الحقيقة هناك عدة مرشحين يعني لانتخابات الرئاسة العام المقبل، أبرزهم بالطبع علي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان الذي عينه اليوم المرشد الأعلى علي خامنئي كمستشار خاص له وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وبالطبع يعني عندما يؤشر خامنئي إلى أنه يريد حكومة ثورية، وقبلها قال أنه يريد برلمان ثوري، هو في الواقع من خلال مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على عملية الانتخابات وأهلية المرشحين يهندس في الواقع الانتخابات. مثلا في انتخابات البرلمان في فبراير الماضي تم رفض ترشيحات 90% من الإصلاحيين، وبالتالي الآن هناك فقط 5% من الإصلاحيين في هذا البرلمان الجديد. لذلك من الآن يعني رسم خامنئي الخطة، وهو يريد إنهاء الانقسام الإصلاحي الأصولي المتشدد لكي يكون لديه موقف أقوى غير منقسم إذا ما حدثت مفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا بالطبع كلها منوط بما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل. لحد الآن استراتيجية المرشد الأعلى علي خامنئي هي لا مفاوضات ولا حرب، لكن الخشية هي أن تتجدد الاحتجاجات في الداخل. طيب هنا تحديدا بذكرك دكتور صالح للاحتجاجات في الداخل، هل هذا الخيار اليوم يمكن أن نقول بأنه قضى على الفريق الآخر، على يعني الوسطيين، على المعارضة، أم أنه ربما بالعكس يمكن أن يكون دافع لديهم للعمل أكثر وتظهير معارضتهم أكثر؟ لا، هو في الواقع حسن روحاني يعني من خلال رئاسته لولايتين وركوبه الشعارات الإصلاحية ووقوف الإصلاحيين من خلفه، ولكن في نفس الوقت عدم تنفيذه لأي من شعاراته، سواء بالنسبة للحريات، لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، يعني إعطاء كما وعد بتنفيذ مشروع منشور المواطن الذي سماه، وشهدنا كيف كانت السنوات الأخيرة حتى بعد الاتفاق النووي هي أسوأ بالنسبة للمواطنين، سواء بالنسبة للغلاء وارتفاع الأسعار والانتهاكات المتزايدة، وأيضا الاحتجاجات التي قمعت بعنف دموي. يعني نعلم في نوفمبر الماضي قتل 1500 شخص، اعتقل عشرات الآلاف، بعضهم لحد الآن في السجون. يعني روحاني للأسف يعني أفرغ المشروع الإصلاحي من محتواه بهذه السياسات، وكان يتأمل التقرب من خامنئي لكنه لم يكسب هذا، وأيضا خسر قاعدته الانتخابية. بالنسبة للجماهير كانوا يهتفون خلال الاحتجاجات الماضية في نوفمبر وحتى في قبل 2018 وأواخر 2017 بأن لعبة الإصلاحيين والمحافظين وتبادل الأدوار بالنسبة لهم انتهت. كانت هناك أصوات كثيرة تدعو إلى تغيير كامل للنظام من خلال انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي. هذا بالطبع سيكون من التحديات الكبرى أمام النظام الذي ليس لديه إلا الحل الأمني والقبضة الحديدية والقمع للرد على مطالب الجماهير. وفي الواقع كل ما زادت الضغوط الدولية وأيضا تصارع الأجنحة في الداخل والضغوط الشعبية يشعر النظام بخطر كبير ويقوم بالقمع أكثر، لكن أعتقد أن هذا الوضع سيتغير بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة. ويعني الكل الآن في إيران وفي المنطقة وحتى في الولايات المتحدة ينتظر هذا، والنظام بالطبع باستشارات من بعض الجهات الديمقراطية يريد أن يحافظ على هذا الوضع حتى نوفمبر ليتقرر ما إذا كان النظام سيرضخ للشروط الأمريكية 12 أو أنه يستمر بهذا النهج. و هو ماضٍ بالطبع في تشكيل
حكومة من لون واحد لتكون كل مؤسسات الدولة تحت قبضة المرشد ومن لون واحد، وينهي هذا الانقسام الذي كان سائدا منذ التسعينات بين الإصلاحيين والمحافظين والمتشددين. طيب دكتور صالح، فيما لو انتقلنا إلى تأثير ذلك على الحركات الاحتجاجية، كنا نشهد يعني شهدنا موجة ثانية من الحركات الاحتجاجية هذا العام، هل يعني إلقاء قبض الجناح المتشدد على الأمور السياسية يشي بعدم إمكانية تحرك الشارع في السنوات المقبلة بالمطلق؟ لا، يعني هناك حتى في الأسابيع الأخيرة كانت هناك احتجاجات متفرقة، احتجاجات عمالية بشكل خاص لعدم دفع رواتب الموظفين والعمال لعدة أشهر. هناك أيضا تبعات لجائحة كورونا، كما نعلم إيران من أكثر البلدان التي تضررت، وهي في الواقع كانت البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء في الشرق الأوسط، وبالطبع كان طيران الحرس الثوري متورط في ذلك، وأيضا مؤسسة رجال الدين والحوزة في قم. الفترة المقبلة يعني باعتراف وزير الداخلية نفسه وعدة خبراء ونواب وسياسيين يعني وجهوا عدة تحذيرات للحكومة بإمكانية تجدد هذه الاحتجاجات، لأن هناك تزايد مضطرد للتضخم، لارتفاع الأسعار، البطالة، الأعمال الكثيرة تضررت، يعني صادرات النفط الإيرانية يعني تتجه نحو التصفير بفعل الضغوط الأمريكية، وهي حاليا تصدر أقل من 80,000 برميل ولا تستلم أي مبالغ مقابلها، تستلم فقط من الصين ومن الهند بعض السلع الأساسية يعني عن طريق المقايضة، لأن هناك حظر مالي أمريكي كما نعلم. هذه كلها تدفع بالنظام أن يشدد أكثر، يعني مجيء الجنرال قاليباف يعني يوحي بالمزيد من العسكرة، المزيد من القمع مقابل المزيح. حتى كانت هناك أنباء قبل أيام بزيادة ميزانية القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب وتجهيزها لأي احتجاجات متوقعة، وهذا بالطبع يعني ينتظر الكثير من المراقبين أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور صالح الحميد، كنت معنا مباشرة من ستوكهولم، شكرا لك.